هذا العدد نستقبل الفنانة الراقية صاحبة الحنجرة الدافئة والإحساس الجميل الفنانة هانية بختي. صباح الخير هانية. صباح الخير رزيقة. صباح الخير لكل مشاهدين ومشاهدات خاصة اللي راهم يتابعوا فينا. إن شاء الله نجوزوا وقت خفيف ومليح ان شاء الله. يا ربي هانية ان شاء الله تكون هذه الحلقه اللي احنا حبينا انه تكون فنيه 100%، تكون ان شاء الله حلقه نختموا بها سنه 2017 بكل الاشياء اللي عشناها فيها، سواء كانت اشياء ايجابيه او سلبيه، ونتفائلوا لسنه 2018 ان شاء الله. جينا نختموا عام وان شاء الله نحلوا عام مليح. فوالا ان شاء الله يجينا عام خير من العام اللي فات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. هانيه بختي، كيفاش كانت سنه 2017 بالنسبه ليك على الصعيد المهني على الصعيد الفني؟ كانت على الصعيد المهني لا باس لا باس، يعني احنا على بالك فنان طماع يحب دائما يكون يقدم افضل وافضل، لكن لا باس. جوزت مهرجانات، واخر مشروع هو اننا درنا اغنيه تضامنيه لضحايا اطفال الحروب. كنا نخبه من الفنانين، يعني ما كنتش وحدي برك، بالمشاركه الخاصه تاع النجم حميد بارودي، نوال ايلول، وليلى بورسالي، وانا الى كورال ايميلي تاع مدينه بجايه. درنا الاغنيه هذه، وصاحب الاغنيه مختار تركي هو اللي يعني اقترح علينا هذا. هو اللي كتب الكلمات، هو كاتب وملحن الكلمات ومركب الكليب، يعني هو اشرف على هالاغنيه واقترح علينا هذا الشيء، وحنايا بدون تردد قبلنا، وكان عمل جميل. وهذه هي رسالة الفنان. نعم. هانية بختي، لأنه الفنان فعلا هو يقدم الأغنية، يقدم الرقي، يقدم الرسالة أيضا. الفنان ما يغنيش فقط حتى نسمعك اليوم تعجبني الأغنية وغدوة من ذاك ننساك، وإنما عنده ثاني رسالة، لأنه هو يتسمع أكثر ويتابع أكثر الطفل أكيد. أو لما يسمع هذه الأغنية هذه تبقى له في الذاكرة. أكيد. علاش نقول لك الفنان عنده رسالة، سواء مغني أو رسام أو ممثل. صح. صح. وإحنا الهدف ديالنا أننا نوجهه رسالة، يعني أنا شخصيا فنانة أنا عندي هدف أني نوجه رسالة، اللي بكل صراحة نقص هذا الشيء هذا في الفن، لكن نقدروا إن شاء الله تغات عليه شوية الماديات إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. خاطر نقول لك الفنان يقدر يأثر كثير في المجتمع، عنده تأثير خاصة على الشباب، عنده تأثير خاص، تأثير خاص عند المعجبين تاعو، معجبين. كيش نقول لك أنا قلتها ونزيد نعاودها، تأثري على المجتمع، فنان يأثر على المجتمع بصفة قادر في اللباس، في تسريحة الشعر، طريقة الكلام. صح. سواء قدمتي حاجة جميلة أو الشباب عندك في حاجة جميلة، ولا قدمتي حاجة كما رانا نشوفوا شحال اكل بوي اثر شو وقتينا واش تقول كلمات هذه الاغنيه هذه، لانه عن قريب ان شاء الله رايحين نشوفوا من خلال التلفزيون الجزائري الكليب تاع هذه الاغنيه. نعم. يعني الكليب هو راه واجد وان شاء الله تقول نغني انا جو بو با ما نقدرش نقولها لك. شحال تمنيت تعانقني تسرحني وتكون بجنبي مهما تكون الاحوال، شحال تمنيت نعوم في بحر ملحون والمواج تكون بلون مسحور، تنسيني رياح والعذاب اكسيتيرا اكسيتيرا. يا بليزيوغ ارتيست افيك موا. هي تحكي على واش يتمنى الطفل، يعني احنا كنا نهضروا بلسان الطفل. طفل. نعم. يقول لك شحال تمنيت تعانقني وتصارحني ونعوم في بحر ملحون، ولكن يشوف بلي العكس، شفنا اطفال ماتوا في البحر، شفنا رانا نشوفوا اطفال يموتوا تحت رصاص تحت قنابل، الطفوله راهي في خطر، رانا نشوفوا اطفال يتخطفوا، يعني شيء مؤسف. نعم. واش راه يصرى. نعم. في الطفوله. نعم. يعني ما في كل الانسانيه، ولكن الطفوله حاجه كيش نقول لك مقدسه مقدسه مقدسه. نعم. لازم الطفل الانسان ضعيف،
إنسان ضعيف. الكبير هو اللي يتكلف به، هو اللي يتكلف بكل الأمور الخاصة به، هو اللي يعتني به، هو بحاجة إلى عناية. والطفل إذا ما اعتنيتيش به ما كيش راح تخرجي إنسان صالح في أكيد المستقبل. أكيد، ويعني لا للعنف على الأطفال. نعم هذا وش نعم. هذه رسالة، هذه رسالة، رسالة جميلة جدا، مشكورين عليها هانية بختي وكل الفنانين اللي كانوا معاك، ويعني نستناوه منكم احنا في المجتمع الجزائري ان شاء الله. يعني احنا نقولوا احنا عبرنا برك، الطفل يسحق اكثر من اغنيه، الطفل يسحق يلبس ياكل يلعب يتعلم كل شيء، يعني كل حقوقه، كل حقوقه مضمونه، وكل ما يجعل منه انسان صالح لازم يكون متوفر عليه. اكيد ان شاء الله. نرجع لبداياتك هانية، بديتي مع الأغنية الأندلسية في سن صغير، يعني التحقتي بجمعية القيصرية. التحقت بجمعية الراشدية أولا في مدينة شرشل 14 سنة. بعدين تم التحقت بجمعية، جمعية القيصرية لمدينة شرشل، اللي تم تعلمت وقعدت أن بون مومون، يعني وقت مليح. تعلمنا النوبات، أبجدية الموسيقى، الموسيقى الأندلسية، نتعلموا على الآلة، على عباك النوبات تركب على عدة ما كيش نقولوا بليزيور مورسو. بعد 2007 كنت اختارني المايسترو رشيد قرباس انذاك اني نكون عضوة في الجوق الوطني للموسيقى الأندلسية. تم اخذت خبرة كبيرة كمان، لقيت حاجة اخرى ماشي كي جمعية. كنت سوليست من 2007 حتى 2017. دروق نحب ناخذ كيش نقول لك نبدا ما كارير اون سولو كيما نقولوا. وعملتي دو سينجل وحدك؟ نعم، درت تسجيل مع في الإذاعة الوطنية يضمن حوزي أندلسي، شغالت في الأندلس وحوزي ومدح مديح ديني. فوالا إلي في إلي با سور لو مارشي فوالا، لكن راه مسجل في الإذاعة الوطنية. وشنو درت؟ دو سينجل، أن سينجل سيتي أون روبخيز، قلت لك عندي ميول خاص للأغنية الشعبية، أون روبخيز من غير كي الدزاير، كنت درتها عندها عامين، درت لها دي زارونجمون واحد اخرين مودرن تتماشى مع العصر، سافا ساباس. والثاني سينجل ثاني؟ سينجل ثاني هذيك اغنيه عاطفيه، ان اوتر ستيل مودرن، اللي انا جو سوي بوليفالونت، نحب النوع. فوالا ان سينجل يل باس سور لي راديو وكاع. في نفس الوقت تعزفي على آلة العود؟ نعزف على آلة العود، ولكن نقولها دائما انا جو سوي بوكو بلوس شونتوز كو نلعب عازفة على الآلة. عازفة، لكن نلعب مليح يعني. نشوفوا روبورتاج الان، وبعد راح نسالك قبل ما نشوفوا هذا الروبورتاج، لانه كما قلت في البدايه احنا راح نتكلموا اليوم على الجمال، على الفن الراقي، على الموضه، على الالوان اللي راح تكون في سنه 2018. السيده اللي رايحه تكون ان شاء الله متفائله وجميله وناجحه تحتاج الى الوان معينه راح نعرفوها اليوم في برنامج دنيا المراه. الوانك المفضله هانية بختي؟ انا عندي لون مفضل ويقولوا عليه باللي ماشي لون، هو اللون الاسود. إلي كلاس، إلي ديسكري، بصح عندي دوطخ كولور، نحب الاحمر، نحب على راي احلام استغانمي الاسود يليق بك. شكرا، يليق بك ايضا. شكرا، تفهمنا اليوم مع بعضنا هانية. واللباس تفضلي تكوني سامبل ولا تحبي تكوني؟ لانه اكيد انه لما تروح تواجهي الجمهور وتكوني امام الجمهور على روح المسرح تكوني في اشد الاناقه، أشد لكن الأنا. في الايام العاديه، انا الايام العاديه جو سوي تري سامبل، ميم سيغ سان نحب لا توني تراديسيونيل بصح عندها اون توش مودرن، نحبها اما فاسون. بارفوا عندي دي توني درتهم اما فاسون، انا نحب نلبس هكذا اما فاسون يخرجوا شابين، ويعني معناتها لا مود ما
تاثرش عليك انت تلبسي اللي يليق بيك. انا ما نتبعش الموضه مثلا، انا ما نتبعش الموضه، جو سوي با كونتر لا مود. اون مود اللي تخرج عليا نلبسها، يا با دو بروبليم، مي سينو نلبس واش يخرج عليا. وهذا هو الصح، هذا هو الصح، هذه هي لا مود. كاين اشياء ما تخرجش عليك ما تلبسهاش، وكاين اشياء تليق يعني حتى واذا ما كانتش على الموضه ممكن انا. اكزاكتومون، ولا مود كيش يخرجوها اون مود فوالا، واحد عجبته حاجه يلبسها جات عليه الناس يولي عنده تولي اون مود. والفنان يتبعوه يتبعوه كثير الناس اللي يحبوه، لي فان تاعو، خاصة الفنانات يشوفوك، خاصة دوكا كاين وسائل التواصل الاجتماعي، يشوفوا الفنانين في كل مرة يلبسوا حاجة جديدة، يحطوا الصور تاعهم، ياكلوا يحطوا الصور تاعهم، يخلي أنه فيه موجة من الشباب تبع. مثلا هانية بختي تحب تسمع لهانية بختي، اذا تلبس كيفها، الشعر كيفها، يعني واحد كيكون متاثر بالفنان والفنان هو يخرج الموضه على بالك. يعني كاين بزاف فنانين هما نخرجوا موضه، صح فعلا ان شاء الله. ميل عند المراه الجزائريه انه حتى اذا كانت واكبه العصر، حتى اذا كانت تحب لا مود، حتى تبقى دائما محافظه على تراثها وعلى لباسها التقليدي الجميل. ودليل شتي في العراس ما كانش اي عروسه مثلا ما ديرش تصديره فيها اربعه خمسه ربما اكثر من أكيد. الالبسه التقليديه ما بقاش تلبس فقط العاصمه، تلبس الكراكو ولا قسنطينه، تلبس القندوره، يلبسوا تاع كل معظم جميع الولايات، الجزائر كلها الجزائرية. ممثله. والجميل ثاني هانيه انه لما تروحي للعرس دائما لا لا نلبس كراكو، لا لا نلبس قفطان، لا لا نلبس هذه، نلبس هذه، مليح انه نحافظوا على هذا المخزون اكيد نتاعنا من الثقافه ومن التراث. ونفس الشيء بالنسبه للاغنيه، بالنسبه للفن الاندلسي اكيد احنا الفن الاندلسي لا توني تراديسيونيل، اللباس التقليدي يتماشى مع الموسيقى نتاعنا، يعني هذه لا محاله، ما نقدروش يعني. صح راهم رانا نعصرنوا شويه في اللباس، كاين حتى نشوفهم تطلع افيك ان جيني ان كراكو اوكي سي بو، مي توجور كاين لا توش هذيك تراديسيونيل، لازم يكون اللباس التقليدي. واللباس تاعنا جميل بزاف، احنا نغيروا، انا بيرسونيلمون نغير على اللباس التقليدي، نغير على الجزائر، نغير على كلش، ويزيد من اناقتك يعني في الحقيقه، يضيف لك ما ينقصكش، يزيد يزيد بزاف الاناقه. واش راني راح نقول لك، القفطان المغربي راه شايع كومام، نقول علاش حنا الكراكو والبدرون الجزائري، قفطان مغربي لكن الكراكو ولا البدرون الجزائري خاص بالجزائر، نقول علاش لازم البدرون ولا يولي شايع في العالم او اوموا في العالم العربي. وحنا تري بو، وحنا نتكلموا على الفن وعلى الفنانات الجزائريات، كاين انا صوره ما نظنش انه يجي نهار وننساها وتروح من بالي، صوره الفنانه القديره الكبيره شافية بودراع، وهي في كان تمشي على البساط الاحمر ولابسه الكراكو يعني الجزائري. يعني والله تشرفت انا بذيك الصوره، دايوغ كي كنت نهضر معك دروق جاتني ليماج نتاعها. يعني انا نحييها هذه الفنانه القديره، هذا الهرم هذا تاع الجزائر. يعني قبلها ما ظنيتش انه وحده جات باللباس التقليدي، اكيد تشوفي الفنانات في كان كاع بلي روب سواغي سواغي دي روب مودرن داكوغ، احنا نعرفوهم لي روب سواغي هذوك شايعين، مي لا توني تراديسيونيل هي اللي جلبت الانظار، هي اللي جلبت الانظار. صح، ويعني شوفي انا كي نكون في الجزائر نقدر بالك نستغنى على اللباس التقليدي، ولكن كي نكون خارج الجزائر لازم تو ريبريزونت اللباس ديالك، الثقافه ديالك، ثقافتك وتاريخك واصالتك. اكيد سي با انتيريسون تروحي مثلا لباريس وانت راكي بجين، سي با انتيريسون، لازم تقدمي حتى الاخر يحترمك لانه حافظتي على اصالتك وهويتك. أكيد. والاخر يحب يشوف اصالتك وهويتك، ما يحبش يشوف حاجه عاديه يعني. أكيد. موجوده عند الجميع. اكيد اكيد، هذا بالنسبه لللباس. بالنسبه للاغنيه والفن الأندلسي اللي هي أيضا عندها تاريخ، وفي عندنا رصيد غني جدا وكثير من الفنانين، جميل أنه حتى فنانات شابات كما أنتيا مازالهم يعتنيوا بهذه الأغنية ومحافظين عليها ونتورثوها من جيل لجيل. الحمد لله، يعني كاين شباب اللي من بينهم أنا راهم يحافظوا على هذه الأغنية وحتى يواكبوها مع العصر. العصر اكيد يعني مليح ديري دي زارونجمون جدد، ولا تغني الاندلس افيك اون اوتر فاسون بلو فلويد، ولا كيش نقول لك
تتماشى مع خاطر هكذا بهذه الطريقه اللي تقدري توصليها للشباب. خاطر كاين بزاف شباب يقول لك اندلس لا طويله طويله. نعم نعم يا كاين اون فاسون كاين طريقه حيل كيش تخلي الشباب تاع دروق والجيل الجيل تاع دروق تخليه يسمع هذه الموسيقى الراقيه باسكو هذه موسيقى راقيه من حيث الكلمه او اللحن حتى من حيث المستمع مستمع يكون راقي فعلا راقي راقي يعني انت جمهور وراقي سي اتوا دو فيغ كيما نقولوا الفنان هو يحبب الفن للجمهور ولا يدير العكس. نعم اكيد انت كي تروحي تواسيلو اغنيه طويله وتقعد في يعني في لا مونوتوني هكذا اكيد انه يمل اكيد انه يمل لازم يكون تجديد وحيوية. نسمعوا منك نسمعوا منك حاجه اندلسي معليش دو بون ماتان جي با دو بروبليم نغني دون تو لي كنغني لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وكلام غيركم كلاهم برافو نهديها لك ليك ولكل سيدات يعطيك الصحة يعني كيش نقول هذا استخبار اندلسي من طبع الزيدان الحجازي من غير جمالكم نظري حرام يعني يقول لك حرام عليا نشوف جمال اخر من جمال من غير الجمال غير جمالك. نعم جميل جدا صح كما كنا نقولوا كلمات راقيه والالحان ايضا فيها كثير من الرقي والمستمع حتى تطلب من المستمع انه يكون هادئ حتى يفهم مليح الكلمات ويفهم مليح هذا يعني تهدي كاين حتى شباب والله على بالك نخدموا حنا دي تورني في كاع الجزائر يعني مش تقولي في العاصمه برك نروحوا لجلفه بوسعاده كاين شباب يعني تحسي بلي ما يسمعوش هذا بصح كي يسمعوك تغني يقعدوا كيش نقول لك يكونوا فضوليين يقعد يسمع هكذا والله يروح معك ديجا سي ديجا بيان صح سي ديجا بيان مليح انه يكتشف فن جديد ويروح معك ويولي يحب هذا الفن هكذا يستمر الفن هكذا يستمر طبع من هذا الطبع الطبع الاندلسي او الطبع الشعبي ايه الشعبي نروحوا للشعبي لانه مش كثير من الفنانات يغنيوا الشعبي الشعبي معروف عنا يميلوا ليه فقط الرجال في الاونه الاخيره ظهرت زوج او ثلاث اسماء فقط نعم. تأدي الاغنيه الشعبيه وربما حتى في المجتمع ما قبلوهاش بسهوله يعني لانه الشعبي يقول لك الشعبي عنده ناسه صح صح عنده ناسه سواء من اللي يغنيوا اغنيه الشعبي ولا حتى من اللي يسمعوه لانه جمهور الشعبي وحده يعني عنده خصوصياته لكن دخلتي كمراه وكفنانه شابه دخلتي الاغنيه الشعبي ايضا شوفي نقول لك الفن ما يحتكرش على كيش نقول لك فئه معينه او الفن اللي ليبغ خليه ليبغ كيما نقول لك انا خليه عنده حدود هو اصلا الفن يعني لا حدود الناس مع كل احتراماتي كاين الناس يحبوا يقيدوا فن يقيدوه وانا جو سوي كونتخ انا كيش نقول لك انا ضد القيود ما نحبش واحد يقيدني في حاجه يقول لك الشعبي لا لا نتاع كذا لا نتاع احنا كاع الشعبي الشعبي نتاع بوركوا با نتاع كاع العالم علاش راك تشوف يا الرايح يا الرايح تاع الناس بكل لغات العالم شيخ محمود احمد الحراشي راهي بكل لغات صافي بليزير بوركوا با كاع لي شونسون ولا كيش نقول كانوا كاينين فنانات غناو شعبي لا يعني ناديه بن يوسف غنات شعبي مقلال يعني يتعدوا على الاصابع مش كثير ودروق راهم لي شونتوز يغنيوها افيك اون اوتر فاسون انا من بينهم درت اون ريبريز شعبي مي دي زارونجمون جدد مودرن دخلي عليهم لون موسيقي دخلي عليهم الات موسيقيه مودرن اكورديون ولا مي الموندول لازم حاضر فيها خاطر بلا الموندول بلا البونجو ماشي شعبي ماشي شعبي حتى فنانات فنانات يعني ماشي جزائريات الفنانه التونسيه لطيفه غنات سيرين بن موسى صديقتي ايضا نعم غناو لدحمان الحراشي دحمان الحراشي ممكن يغنيوا له كل فناني العالم وممكن انه الاغنيه نتاعو تترجم
وتبقى عايشة سنوات وتبقى عايشة عصور أكيد تبقى محافظة على أكيد. قيمتها عندنا بزاف دي شانسون شابين بزاف في طبع الشعبي أنا جسوات يكونوا كتاب كلمات في مستوى واحد ولا بون بوركوا با اخر كيما الباجي كيما محبوباتي كيما محمد شرشالي حنايا عندنا الله يرحمه صاحب اغنيه مولات العين الزرقاء عندنا بزاف انا جو سوات سا خاطر ماهمش كاينين كلمات نقول كي تقرا كلمات على لي شونسون شعبي تقولي منين جابوهم هذا صح انا نفكر في دحمان الحراش لاني انا من دحمان الحراش معجبين دحمان الحراش تسمعي الكلمات نتاعو الاغاني نتاعو قبل ما تكون فيها رساله وقبل ما تكون فن دواء الدواء دواء يعني الله يرحمه والله يبارك ما خلى لنا والو خلاص هضر على كاع المواضيع قال كاع الكلام سي بون ما خلى كاين مواضيع غناها هو من 20 سنه اليوم رانا نعيشوها بعد فريمون تقولي هذو يعني كيش نقولوا يشوفوا بالمستقبل يعني مواضيع راه يحكي على اليوم على اليوم يعني صافي بليزي نسمعوا دحمان الحراشي راك تعطيني غير على الاخر معليش انا نحب اون شونسون تاع دحمان الحراشي هي وما قدرتش نعاودها باسكو العائله تاعو ما سمحوليش معليش كاين اون شونسون اذا تبغي نطلعوا النهار سهروا على شط البحر نجوزوا ليلة مليالي شمس ضوية والقمر نسرين فاتح والزهر والموجات شغل بالي ليلة طويلة تقول شي شهر تحلالك وتحلالي ليلة طويلة تقول شي شهر تحلالك وتحلالي ولا نسيتها يعطيك الصحة يعني بكل صراحة أنا كنت حابه نعاودها اما فاسون و جي دوموندي لا بيرميسيون مي معليش ان شاء الله ان شاء الله انا نسلم على كاع لا فامي تاع الشيخ دحمان الحراشي على كل حال يعطيك الصحه لانه راكي شامله يعني ومنورتنا اليوم سمعنا الاندلسي الشعبي ورايحين نزيدوا نسمعوا نزيدوا رايحين نزيدوا العاطفي نختموا بالعاطفي ومن بعدها هانيه واش دراك معليش النوسي عاطفي في مود اندالو نحب جام بيان اون فوا واش دايرو نختموا بالعاطفي لانه رانا في دنيا المراه ورانا نودعوا في سنه ونستقبلوا في سنه جديده ان شاء الله ان شاء الله والمرأة يعني بطبيعتها عاطفية قوية جدا قوية جدا خاصة مرأة فنانة يعني ما نحكي لكش العاطفة اللي فيها والأحاسيس هذا أكيد هانيا بختي ما جيتيش فنانة هكذا من العدم لأنك زدتي وتربيتي في وسط فني وي انا تربيت في وسط فني اللي كيما نقولوا ديجا الموهبه تكون كي واحد عنده موهبه احساس تاع الفن الداخل في روحه ولكن انا تربيت في وسط فني اللي زاد حببني في الفن ديجا الوالد ديالي فنان تشكيلي عبد الرحمن بختي مون غران بير محب ومغني للموسيقى الشعبيه كان عازف ومغني في مدينه شرشال ديجا حببني وانا في الدار نسمع بزاف موسيقى كنت في صغري الاذن الموسيقى الاذن ديالي تربات بزاف على الموسيقى. سواء مالوف ولا شعبي ولا انا نسمع حاج طاهر فرقاني الله يرحمه عمر الزاهي قروابي الله يرحمه نسمع غير هادو الوغ جيتي اوبليجي نحب يعني كان فرض عليا الموسيقى الفنيه ما كانش اجمل من انك تتربي في وسط فني يعني فيه الاحساس الراقي دايوغ انا يعني نسمع موسيقى ونشوف بابا يديسيني دو بون ماتان يشرب قهوه ويروح يديسيني بون في لي فاكونس باسكو انا ديجا الوالد تاعي معلم كان معلم هو والوالده الوغ في فاكونس ولا في وقت فارغ سي ساكري يل ديسين نقول الله يبارك عنده اراده اللي انا بالك ما عنديش هذه الاراده بزاف فعلا هذا اللي سيريو نعم. في الخدمه تاعو نعم الوغ هذا الشيء هذا اللي حببني في الفن دايوغ انا ملي كنت صغيره كنت حابه نخرج فنانه او ممثله او كنت راح نسالك جوستومون كنت راح نقول لك ماكش المحبه تدخلي وسط التمثيل تدخلي اكيد نعم. انا نحب ماذا بيا ندخل الوسط التمثيل دايوغ جافي دي زوكازيون لكن ظروف منعوني ظروف شخصيه كان عندي حتى دور مع مخرج عمار تريباش او جعفر قاسم قلت لك ظروف يعني منعتني شخصيه دايوغ كنت صغيره
الوالده ما خلاتنيش باسكو جيتي صغيره جان. ومن بعد كي كبرت كانوا عندي ظروف شخصيه اللي منعوني، ولكن بوركوا با ماذا بيا. مازال حنا رانا نتفائلوا ب 2018 ومازال لو كان تجيني فرصه جو في با لا غاتي ان شاء الله بوركوا. كاين ادوار معينه مثلا تحبي تميلي ليها، تحبي تاديها؟ كاين شخصيات مثلا نسائيه تحبي انك أنا نهار تجسديها في عمل فني؟ انا ماذا بيا نجسد عمل امراه قبيحه مثلا، باسكو تيلمون كو انا ماشي قبيحه ماذا بيا نمثل مراه قبيحه. دايوغ كانوا تشوفي قدراتك. نشوف قدراتي دايوغ بالك نبان مراه قبيحه في لو فيزيك ولا ماذا بيا نجسد هذا الدور ان شاء الله. هذا نداء منك اليوم نداء من الدنيا المراه في 2018 ان شاء الله. دور لهانيا بختي الفنانه الجميله اللي راهي منورتنا ومشرفتنا اليوم في اخر عدد من برنامج دنيا المراه لسنه 2017. نمروا الان كده البساطه هي اساس الجمال، ديف معروفه، وكل واحد هي لو سكري، كل وحده لازم دير واش يخرج عليها. دونك انت تشوفي مراه عندها اون بيل كوب، نحب ندير كيفها، بصح اسكو سا تو فا؟ صح. معليش شوفي ولا يجي عليك ولا لا ميم شوز بوغ لو ماكياج، الباس لو ماكياج بزاف ماهوش مليحه. وحاجه مليحه هانيه انه دركا ولاو عندنا هذو اللي نسميهم لي فيزاجيست. المراه لما تروح لاي اي وحده ولا اي واحد فيزاجيست يقدر يقولوا لها هذه تليق بيك وهذه ما تليقش بيك. في وقت من الاوقات يعني ما كانوش متوفرين، يعني ما كانش تروحي يديروا لك نيمبورت كيل كوب نيمبورت كيل ماكياج. فوالا دوكا الحمد لله كاين تو لي موايا، تو لي موايا، ويساعد كل الناس كل الشرائح تاع كل كيما نقولوا. يعني غير اللي وحده ما تحبش برك سي تو. صح. واللي تحب تحافظ دائما على لا سيمبليسيتي كيما نقولوا ما كانش احسن منها. ما كانش احسن، تقدري تكوني انيقه وبسيطه جدا والجمال راه في البساطه. صح. وواحد يدير واش يخرج عليه. صح. هذا هو دون لا سيمبليسيتي ما كانش احسن من لا سيمبليسيتي. انا نفضل البساطه بكلش، يعني نفضل البساطه. مشيتي المهرجانات يعني شاركتي في الخارج مع الجوق الموسيقي، وكيفاش كان اقبال الاخر يعني اللي رحتوا له في البلد نتاعو على الاغنيه الاندلسيه الجزائريه؟ انا مع الجوق الوطني الموسيقى الاندلسيه شاركت كثير كثير هنا في الجزائر مهرجانات او خارج الجزائر. بون نهضروا على خارج الجزائر، شاركت في المغرب، في سوريا، في باريس، في ستراسبورغ. انا في دي تورني ان فرانس، زيد ان ايطالي، الاخرانيه في مدينه ميلانو. يعني كان اقبال جميل، وكاين الجاليه الجزائريه، وكاين يعني مثلا اون ايطالي كاين لي زيتاليان تقبلوا، يعني رحبوا بذيك الفن بصدر رحب وعجبهم كثير، ويقعدوا دهشانين في لا توني نتاعنا في الاله، يقعدوا يشوفوا هكذا يعجبهم كثير. يعني اشاك فوا نقدموا عمل جميل والحمد لله، اشاك فوا نشرفوا الجزائر. نعم. وهنا في الجزائر مهرجانات دوليه ووطنيه، هذا الشيء نفتخر به هانيا بختي، خاصة لما يلقى الإقبال وينال الإقبال أكيد. تاع كل الجمهور في كل أنحاء العالم، وهذا اللي نسعوله كامل حتى التلفزيون الجزائري يسعى. هانيا تمنياتك سنة 2018؟ تمنياتي أولا الصحة والهناء والعمل الكثير ان شاء الله يساعدنا ربي. كاين مشاريع كثيره ان شاء الله راهي في راسي نحققوها غير بالعقل، غير يعني ما نحبش نهضر بزاف على المشاريع، المهم يكونوا مشاريع نحققوهم ان شاء الله ويكونوا في 2018 ان شاء الله. ربي تحقق كل طموحاتك وكل مشاريعك. سلام كل سلام سلام للجزائر وكل العالم ان شاء الله. امين يا ربي. هذا ما كان ان شاء الله. أمين. بلدنا تكون على الراس دايما ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. قبل ما نختموا الان وعدتينا بمقطع عاطفي نختموا به حلقه اليوم من برنامج دنيا المراه وندعو به 2017. شكرا، انا كنت جد سعيده بحضوري معاكم. شكرا ليك. رزيقه وقت شباب كثير شرفينا في كل وقت ان شاء الله. شكرا الشرف ليك ان شاء الله، نعاودوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اون كومونس. بالله يا حمامي نرسل معك كتاب لمن هوى غرامي خلاني في التهاب ارسل لهم سلام.
وارسل معك كتاب لمن هوى غرامي خلاني في التهام. شكرا لك، يعطيك الصحة هانية بختي، عامك سعيد وكل عام وانت بخير.